الفساد الثقافي بالنسبة للدول والمجتمعات من أخطر الفساد. علاش من أخطر الفساد؟ لأن الفساد المتعارف عليه المالي أو الإداري كما وضح الأخر، هناك دول منظمات مؤسسات تسعى إلى سن قوانين لملاحقته، إنما الفساد الثقافي يبدو أن ملاحقته صعبة وصعبة وصعبة جدا. باش نحكي في المجال هذا النطاق هذا على من خلال تجربة على مشروع أو مشروع كيفاش يتم الفساد الثقافي، وخاصة مادي بدرجة أولى واللي عنده نتيجة سلبية اللي على المنتوج الثقافي كامل. حضرت وقتين أنا باش تكون فما كونتينيتي ديدي وإن شاء الله تكون الفكرة تتوضح. أنا مفيش نظر إنما على مفهوم الفساد، لكن في المداخلة هذه حبيت نرفع الستار على بعض الممارسات التي تقبل في إطار الفساد الثقافي والفني خاصة لخطورته في أكثر المرافق حساسية في التأثير في المجتمع. فمنذ سنوات طوال توسعت دائرة الفساد في مجال الإنتاج الثقافي والفني، وأصبحت سلسلة مترابطة تنطلق من رموز الفساد الجاثمين، أقول جيدا الجاثمين، على مراكز القرار إلى الآن. حتى باش نوصلوا إلى فضاء العرض، يعني السلسلة كاملة. ولكي لا يكون كلامي مبهماً أو عبثياً، فإنني سأبوّل هذه المنظومة إلى ثلاثة أبواب: باب التمويل، باب الإنتاج، وباب الترويج. من باب التمويل تنطلق منظومة الفساد وما يحدث خاصة في لجان إسناد منح الدعم على الإنتاج الفني، وفي لجان التحكيم الذي هو أقرب منه إلى العبث في بعض الحالات. هناك لا شك في هذه اللجان، كل لجان أعضاء شرفاء نزهاء لا يقبلون التلاعب والتآمر وتصفية الحسابات الشخصية، وبالمقابل هناك من يدخل في دوامة التلاعب ومحاولة توجيه الأعمال للجنة وانتصار لصاحب المشروع الثقافي قبل المشروع يعني قبل المشروع ونمشي لمنى المشروع مش على المشروع الثقافي. وما يعمل كل هذا من اتفاق مسبق بين صاحب المشروع وهذا العضو أو ذاك عن الفائدة التي ستطاله. ولا أبالغ إن قلت أن هناك مشاريع قد علم أصحابها عن فوزها بدعم مالي من الدولة حتى قبل أن تلتقي باللجنة، ولي أمثلة عن ذلك. أنا أقول هذا بعد 30 تجربة من العمل المحترف ومطلع على عديد وعديد الملفات عبر هيئات متعاقبة. وهناك شكل آخر من الفساد في هذا الباب بالذات، وهنا سأعطي مثالا عاشوا في السنوات القليلة الماضية ميدان الإنتاج السينمائي. هناك رئيس لجنة، طبعا لا أريد أن أذكر الأسماء كما تعلم، هناك رئيس لجنة لإسناد المنح والدعم للإنتاج السينمائي قد أسند لنفسه منحه لخمس أشرطة سينمائية روائية طويلة على مدى خمس سنوات وخمس دورات متتالية. تعرف شريط السينمائي الطويل وقيمة المنح منح الدعم التي تفوت بمئات الآلاف الدنانير، 5 مليون، 6 مليون، 7 مليون، 4 مليون، وهكذا. والغريب أنه المطلع ومن شاهد هذه الأفلام تعرف
فضل العيال حتى لو كانوا كل شيء مطلع. الأموال التي صرفت على إنجاز هذا الشريط ربما ما تجاوزش ربع المنحة لفلان، مع أنه ذلك التسيير ونحب نوضح حاجة. هذه من ناحية الإنتاج هي راهية في العقد في القانون، هي منح للمساعدة على الإنتاج. العنوان بتاعها هي منح للمساعدة على الإنتاج، يعني هناك مساعدة ذاتية من صاحب المشروع سواء كان سينمائيا أو فنيا أو مسرحيا، هناك مساعدة ذاتية. وفما والقيمة هي مساعدة على الإنتاج. الناس تاخذوا فيه لونفلوب كامل، وثم يصرف الربوع بتاعها. وثم هناك تلاعب آخر باش نزيد المصلحة للعمال والخيانة على خاطر سي كومبليكي. أنا نشوف أن الفنانين التونسيين معظمهم عاطل عن العمل. علاش عاطل عن العمل؟ لأن صاحب المشروع هناك في القانون نعم في تونس، في تونس الناس تقدم ملفات للحصول على منح الدعم طبعا يكون قانون مختلف، لابد ان يشغل الثلثين على الاقل من المتفرغين ما يعبر عنه بحاملين بطاقات الاحتراف. فما يقدم في ملف شيء وما يحق تعالوا معه ناس اخرى، ناس بعض الحالات الناس يجي يجوا يقول لك شنو الناس هذول شنو هذا اللي قاعد يصير. هذا من بين وسيدنا يعني إذا استطاع أن يجني نفسي هذا الامتياز في لجنة تكون معادة بقرار وزير الثقافة وتضبطها قوانين منها عدم ترشيح عمل فني للحصول على دعم من أحد أعضاء اللجنة أو رئيسها، ومع ذلك فقد ضرب عرض الحائط هذه القوانين واستفاد من وجودها على رأس يد اللجنة. ولسائل أن يسأل من أين أتى بكل هذه الشجاعة ليتجاوز القانون إن لم يكن لديه ما يحميه من كل التتبعات القانونية والشرعية، خاصة عندما نعلم أن القيمة المالية لكل شريط كما قلت تعد بمئات الآلاف من الدنانير. وفي نفس الوقت هناك شكل آخر من الفساد في ظاهره احترام القانون وفي باطنه تجاوز له. فهناك من أعضاء هذه اللجان لجان الدعم السينمائية منها المسرحية من يريد أن يبتعد عن كل الشبهات فليقوم إلى الخيام، وهو بتقديم ملفات للحصول على الدعم المالي بأسماء أخرى وتتحصل على أكبر قدر ممكن من المنح. جي تماما يجي يقول لي هديت ولا أنت قاعد بطالة أنت قاعد شريتك واقفة هاي ها باش تخدم مشروع قدموا باسمك أنت وأنا نشوف في المشروع وخدمة كما قالت ما يتعلم تحت الطاولة. أما في باب الإنتاج فهنا يبدأ التلاعب من جانب آخر وهو ذي خطورة قصوى تهم المادة الفنية بعينها. فكل متتبعين الحركة الثقافية في البلاد خلال السنوات الأخيرة حصل بينهم إجماع، يبدو أن الإجماع عن تردي المنتوج الفني الثقافي ما يعبر عنه خارج ما يعبر عنه بالفقاقيع الهوائية التي سرعان ما تصعد وسرعان ما تنطفئ، وبروز ثقافة الوجهات وثقافة الرقابة الذاتية لطوصوص التي بطبعها تدشن الكتاب والفنانين. وأصبح المثقف والفنان يستخدم إمكانياته وكفاءاته ومواهبه لتغطية البؤر الفاسدة وإقناع المتابعين بأن كل شيء حال حال. وفيه من خرج علينا بالشطحات وجدد كل الوسائل لإقناع الناس بأن ما فعله ينطوي على إبداعات خفية فنية غير منطقية. وفيه من أصبح يكتب وفق توجهات ووفق موارد ووفق مصالح مالية حتى أصبح المتلقي نفسه يصفح للناشز ويحتفي بالسذج ويكرر الصفحيين بحجة المناسبة أو حجة التشجيع. ونعرف شو قاعد يصير في التكريم بتكريم المثقفين ومن يكرم ومن لا يكرم. وهذا يحيل مباشره الى الباب الثالث وهو باب الترويج. وكما نعلم جميعا لنا في تونس نوعان من الفضاءات التي يمكنها ان تروج فيها الانتاجات الفنيه والمسرحيه، خاصه وهي فضاء المهرجانات الصيفيه وفضاء دور الثقافه.
فعن المهرجان صافية فكل النشطين في المجال الفني والمتابع له كانوا ينتظرون هذه المواعيد الصيفية لاكتشاف ما تجود به قريحة المبدع التونسي. وغالبا ما كانت هذه المواعيد الصيفية تحتضن وترعى مبدعين وتسعى إلى تقديمهم إلى الجمهور في أبهى الصورة. وما كان يحمسها على ذلك هو المستوى الراقي للمنتوج الثقافي التونسي. إلى أن جاءت السنوات التسعين وهنا اختلف في مصر. في سنوات التسعين وقامت وزارة الثقافة بإرسال سياسة ثقافية جديدة، وذلك بإلحاق المهرجانات الصيفية بالمندوبيات الجهوية للثقافة واللجان المحلية، والتي بدورها فتحت الباب للمؤسسة السياسية والحزبية من خلال وضع ناشطين حزبيين ليست لهم علاقة بالشأن الثقافي، واهتم بلدي أصبحت تهتم بنشر سياسة الحزب وتنميع صورته. وقد خلقت هذه السياسة سوقا جديدا للفرجة، كان من إفرازاتها ظهور ما يعرف بمتعهدي الحفلات والشركة الخاصة بإدارة الأعمال، وهكذا تفشت ظاهرة الفن التجاري لإقبال مدير المهرجانات عليه، هدفها الوحيد الربح والإصرار بعيدا عن كل غاية فنية وثقافية. وخلقت هذه الشركات نوعا من الفساد المالي داخل المهرجانات. وبالمقابل وقع تغيير او الغاء او حتى اقصاء المبدع الحقيقي عن هذه الفضاءات. وبالتالي فقد فقدت الساحه المسرحيه بالخصوص فضاء جماهيريا هاما. وهذا ما فتح بابا جديدا في الفساد، وهو الاتفاقيات الماليه بين صاحب المنتوج الثقافي والمشرف على المهرجان. الفساد من دخلت المتقبلة على منظومة الفساد في الصندوق، نجيبوا آخر ما قام بيجي الفساد في 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 تحقيقها على مدينة الثقافة على سنين ثلاث فيها. والله شفت من الفساد المتعلق نعم لعبة كبيرة على غرار من الفساد المتعلق بمدينة الثقافة وحفلية فنانة ماريا كاري المنظمتين بتونس في جويلية يوسف، والذين كشفت عنهما لجنة تقصي الحقائق حول المشروع الفساد الأول بالنسبة لمدينة الثقافة. كشفت اللجنة عن انذار ومصادقة من الرئيس السابق على منح الصفقة الدولية الخاصة بمدينة الثقافة إلى الشركة التشيكية. رغم توصية اللجنة العليا بأفضلية العرض المقدم للشركة الصينية. وقد تم الاستنتاج من مقاطع الملف أن قرار إسناد الصفقة إلى الشركة التشيكية تشوب عديد الإخلالات، ومن أهمها تدخل الرئيس السابق الغير القانوني في إسناد الصفقة إلى جانب اعتبار قرار الإسناد مخالفا لنص الشروط والذي ينص على إسناد الصفقة للعرض أقل. رغم تقرير هذا التقرير لجنة تقصي الحقائق. كما أشار التقرير إلى أنه عمل زيادات غير شرعية في مبلغ الصفقة والتكليف في أجلها مرتين دون مبرر، لا تزال المقاولة عاجزة عن إتمام المشروع إلى حد الآن، والذي كان المفروض إتمامه في جويلية 2008. أما حفل مليكة فقد أسندت دياز تنظيم هذه الحفلية إلى شركة خاصة مش لازم نذكر اسمها بالاشتراك مع أحد أصحاب الرئيس بالصفة الثقافية، بالصفة الثقافية بما يمكن الشركة من عدم دفع الأداء الضريبي على مثل هذه الحفلات، إلى جانب تجاوزات مالية أخرى وتكوين شركة وهمية وتحويل أموال إلى الخارج. وقد كشفت اللجنة أن الرئيس السابق كلف كافة الدولة السابق للشباب للإشراف على تنظيم الحفلات باعتبار أن مداخيلهما ستذهب إلى شغلات خيرية، وقد جاء بذلك عددا غير محدد
من الهيئة العمومية المركزية والجهوية إضافة إلى عديد المنشآت العمومية. شاركت في تمويل الظاهرة عبر خلاص المزودين وشراء تذاكر، وذلك بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية. في الختام راهو في كلام مفيش مبالغة، وليس فيه تيئيس كذلك، بل هي إشارة إلى حالة مقلوبة ومعاشة. وبلا شك هي ممارسات يلاحظها المتعاملون مع الوسط الفني ويعاند من أعراضها كثيرون، وهذا حسب رأيي كثير واحد لجعل المهتمين بمنظومة الفساد الثقافي يبحثون عن آليات جديدة لمقاومته حلها تنجح إن لم يكن في القضاء عليه فعلى الأقل في الحديث. فينا نتكلم علاش مش سوية، علاش لازم نكتاب، علاش في البلاد ما يعيش كان قفاف.